تعلم وزارة التربية أنه لا صحة للنسب التي تم الإعلان عنها والتي تروج عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تتحدث عن نسب معينة. النسب إن شاء الله ستكون مشرفة وستعكس بطبيعة الحال الجهود الكبيرة التي بذلها المربون والتلاميذ وكافة المتدخلين من أجهزة أمنية ودفاع وصحة وإعلام وغيرها. إرسال الإرساليات القصيرة لإنتاج البكالوريا سيبدأ يوم الأحد 23 جوان في تمام الساعة 8 صباحا، كما سيتم الإعلان الرسمي عن نسب النجاح وكل المعطيات المتعلقة بالدورة الأولى للبكالوريا في ندوة صحفية ستشرف عليها السيدة وزيرة التربية يوم الثلاثاء الموافق 25 جوان 2024 بالمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي. وهذه الندوة سيتم الإعلان فيها عن نتائج تتخللها عروض وصفية وتحليلية عميقة للنتائج البكالوريا، فضلا عن اختيار بعض المندوبيات الجوية كعائلات ممثلة لنسب النجاح. كما سيتم في هذه الندوة الحديث عن نسب التغطية البيداغوجية ونسب التغطية بالألياف الرقمية والألواح الشمسية.